كشفت جارة الأسرة التي التهمت النيران منزلهم بدرب الفقراء في الدار البيضاء مستجدات وضعهم الصحي. وقالت السيدة في تصريح لموقع سيت أنفو إن اثنين من أبناء الأسرة المكلومة تعرضوا لمضاعفات خطيرة بعد إصابتهم بحروق من الدرجة الثالثة في الحريق الذي شب بالمنزل. وأوضحت المتحدثة أن ابن الأسرة المفجوعة لا يعلم لحد الساعة بوفاة أفراد من أسرته في الحريق، مبرزة أن وضعه النفسي لا يسمح بذلك. وقد التهمت النيران منزل الأسرة وأتت على مقتل 8 أشخاص منها في حادث مؤلم. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.